الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الحقيقة كمان بتخصص شاطئ لذوي الهمم في العلمين الجديدة، وده على هامش المهرجان بتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. من خلال الشاطئ ده ممكن للزوار الاستمتاع بمهرجان العلمين الجديدة اللي طبعا بيضم عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية مختلفة بتناسب مختلف اهتمامات الزوار. هنتكلم أكتر عن الشاطئ الخاص بذوي الهمم مع دكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. دكتورة إيمان كريم، برحب بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور يا دكتور. وعايزين نتكلم عن فكرة أن يكون في شاطئ متاح لذوي الهمم وذوي الإعاقة، أكيد دي حاجة متميزة ومختلفة. العلمين الجديدة والمهرجان زي ما اهتم بتوفير شاطئ مجاني للرواد اهتم كمان بذوي الهمم. إيه هي مواصفات الشاطئ ده المتاح لذوي الإعاقة؟ هو طبعا يعني فكرة أن يكون في شاطئ متاح دي هو ده المصطلح الصح، لأن هو شاطئ يجمع كل الفئات، يعني ما هو مش لذوي الهمم لوحدهم، لأن لو هو لذوي الهمم لوحدهم يبقى احنا هنا يعني بنشتغل بشكل غير مناسب للإتاحة المجتمعية للفئات كلها وشمول الأماكن الترفيهية. هنا احنا بنتكلم على ساحل وبنتكلم على منطقة، يعني العلمين الحقيقة هي مقصد سياحي كبير جدا، يعني هو الشاطئ العام لكن في جانب مخصص لذوي الهمم أو ذوي الإعاقة بمواصفات خاصة. بالظبط كده، لازم يكون في تيسيرات. أنا هقول لحضرتك، هو التيسيرات هنا مش لإعاقة معينة، يعني هو لإعاقات مختلفة. يعني لو قلت إعاقة حركية فلازم يكون في مسارات عشان الكرسي المتحرك يقدر يمشي من غير تعرجات، في أماكن فلات ما تبقاش فيها الرمل طبعا بيضايق العجل، فلازم يكون في ممرات آمنة للكرسي يوصل بيها لغاية الشاطئ لغاية البحر، ويكون في سلوب أو منحدر ممكن يكون فيه ينزل منه الكرسي إلى البحر، لأن ده من حق الشخص عنده إعاقة حركية بيستعمل كرسي متحرك إنه ينزل لغاية ما يوصل للبحر. ودي طبعا أكيد يعني لازم يتعمل لها كود معين ويعني تصميم معين، ودي المجلس طبعا ليه خبرة كبيرة في المجال زي كده. لو مثلا عندي إعاقة بصرية برضو لازم يكون في مسارات تبقى آمنة للي عنده للمكفوفين أو ضعف البصر، إن يكون هم يقدروا عارفين مثلا الممر ده جوه البحر يكون في مكان محدد يقدر ان هو بايده يعرف فين الاماكن اللي حواليه، ما يدخلش في مكان غويط، يبقى ليه حريته ان هو يستمتع بالبحر، فبرضه ده ليه كود معين احنا ممكن يعني نساعد فيه. الإعاقات السمعية يعني لازم يكون في ناس مدربة، كوادر مدربة في الأماكن السياحية، لو احنا بنتكلم دلوقتي تحديدا على العلمين أو حتى أي شواطئ أخرى أو أماكن ترفيهية أو مقاصد سياحية، لازم يكون في مترجمين لغة إشارة، لأن هو يكونوا مدربين يقدروا يتواصلوا، أو ساينز أو يعني علامات معينة تقدر ان هي تفهمهم يروح فين، ايه المكان المناسب. هنا يبقى في مكان مثلا كافيتيرياز، ممكن مطاعم، ممكن اماكن تكون على البيتش نفسه تكون مناسبه للاشخاص ذوي الاعاقه ان هم يكونوا موجودين مع اسرهم، لان هو مش هيروح لوحده، هو عايز يروح مع اسرته، عايز يروح مع اصحابه، اصحابه مش لازم يكون عنده اعاقات، هم يعني ده احنا بنتكلم هنا على الدمج المجتمعي، وده الهدف من الاتاحه في الاماكن السياحيه. ازاي ممكن نسوق للعالمين بانها مكان لذوي الاعاقه وذوي الهمم، او مكان بيسهل لهم يعني حاجات كتير ويسهل لهم ان هم كمان يستمتعوا زي اي شخص عادي، وزي ما حضرتك اكدتي على نقطه الدمج مع الاخرين ما يحسش ان في فرق بينه وبين الشخص العادي. بالظبط، انا رايي ان احنا كمان لازم يكون في اتاحه معلوماتيه، مين يعرف ان العلمين متاحه فيها شاطئ مجاني بيستوعب كل التيسيرات. انا طبعا عرفت ان في تيسيرات، بس هل هي متاحه لجميع الاعاقات؟ محتاجين ان احنا ننسق مع المتحده، والمجلس طبعا موجود لإبداء خبرته الفنية في الموضوع ده، ونشكرهم جدا على الخطوة الأولانية، بس محتاجين ان احنا ننسق اكتر بحيث ان احنا يبقى هذا الشاطئ يكون مقصد سياحي عالمي،
يعني لازم يكون في اتاحة للمعلومات، لازم العالم كله يعرف ان في هنا شاطئ يستوعب كل الفئات من ذوي الإعاقة، بحيث هو لما يجي مصر يبقى عارف هو جاي يستمتع بالجمال الساحر ده والبحر الجميل اللي لونه يعني مش غير مسبوق الحياة في العالم. يعني حضرتك بتشوف شواطئ في العالم البحر مش بيبقى لون ده خالص، بس هي فيها إتاحة، فاحنا محتاجين بقى الإتاحة دي تكون موجودة عندنا طول فترات العام. أنا مش عايزة بس في الصيف ولا فترات المهرجان، عايزة كمان الحفلات والمسرحيات اللي موجودة تكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، يعني يكون يقدر يدخل بالكرسي بتاعه ويحضر الحفلة، يشوف مكان مناسب ليه، المسرح كويس قوي، يكون في المسرحيات دي. إيه المانع إن احنا نعملها مترجمة بلغة الإشارة؟ يعني دي برضو من الحاجات اللي أنا رأيي إن احنا توصية مني يعني كمجلس قومي يعني للأشخاص ذوي الإعاقة. فأنا طبعا سعيدة جدا بكل الفعاليات اللي بتحصل، سعيدة بطلاب الجامعات، وأنا عرفت كمان إن هم جايين من ذوي الإعاقة، عايزة أتوبيسات تكون متاحة للكرسي، عايزة وسائل نقل تكون سهلة، عايزة أبليكيشن يكون مناسب إن هو يدخل عليه ويعرف هنا المكان ده متاح للكرسي ولا المطعم ده فيه مثلا إتاحة للإعاقات البصرية ولا التويلت ده لازم أكيد، يعني أماكن يغيروا فيها ملابسهم تكون قريبة من البيتش، يعني في حاجات كتيرة قوي احنا ممكن نساعد فيها، وانا يعني بعلن يعني من خلال اكيد هي نقاط كتير هيتم وضعها في الاعتبار وملحوظات كمان حضرتك تشكري عليها ممكن في الفترة القادمة ان يتم العمل عليها، خاصة ان احنا بنشوف في يوم بعد يوم تطور كبير بيحصل في منطقة العالمين الجديد. اتفضلي. اقول لك حاجة حلوة جدا نفسي فيها، ان احنا نفسنا نتواصل مع مهرجان نبتة، وانا سعيده جدا ان الفنان احمد امين هو اللي بيقوم على تنظيم هذا المهرجان، وعايزه اتواصل معاه علشان عايزين ندخل اطفالنا ذوي الاعاقه، لان الحقيقه الفعاليات اللي انا سمعتها في مهرجان نبته هي لازم يكون فيها دمج، فهبقى سعيده جدا ان احنا نتواصل معاه ونتفق معاه على فعاليات، عندي افكار كتيره جدا ليه. يعني اكيد رساله موجهه من حضرتك عبر شاشتنا هيتم اخذها في الاعتبار. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، شكرا جزيلا لحضرتك.